صدقني، ضمن سعي المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية لزيادة الوعي بمبادئ التعامل الرشيد مع مصادر المعلومات ووسائل الإعلام والحد من الإشاعات والتضليل وإعلاء قيم المصداقية في المجتمع الأردني، تعلن وزارة الثقافة عن إطلاق مسابقة صدقني. هدفنا إثراء الثقة العامة في المجتمع من خلال تعزيز قيم المصداقية والحد من الإشاعة والتضليل. الفئة المستهدفة الأطفال والشباب من سن 14 عاماً وحتى 30. تابعوا الدروس على البوابة الإلكترونية www.thiqatna.gov.jo، وفي ضوء ما نتعلمه من هذه الدروس من معرفة ومهارات، شاركوا في المسابقة واختاروا أحد المجالات الآتية: أفهم، أجب عن 10 أسئلة لاجتياز اختبار محو الأمية المعلوماتية والإعلامية، أرصد، عليك رصد إشاعتين حدثتا خلال آخر 10 أيام، واحدة على المستوى المحلي وأخرى على المستوى الخارجي، حللهما في نموذج التحقق على موقع المسابقة. أشارك، أنتج فيديو لا يتجاوز دقيقتين أو اكتب مقالة لا تتجاوز 300 كلمة فيهما فكرة مبتكرة لإعلاء قيم المصداقية ومحاربة الإشاعات والتضليل وتعزيز الثقة العامة في المجتمع. 50 جائزة أسبوعياً، قيمة كل جائزة 100 دينار.